Today's enlightening entertainment will be presented in Arabic with subtitles in Arabic, Balaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. أهلا بالمشاهدين المحبين للسلام. في حلقة اليوم من برنامجنا الفنون التنويرية ندعوكم للاستمتاع بالعروض التي تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية في العراق. لقد أسست الفرقة القومية للفنون الشعبية على يد السيد حقي الشبلي عميد المسرح العراقي عام 1971. منذ إنشائها سرعان ما أصبحت الفرقة القومية للفنون الشعبية في العراق مجموعة ذائعة الصيت تقوم بجولات عالمية وممثلا حقيقيا للفن العراقي. فقد شاركت الفرقة في تأدية العروض في أكثر من 70 بلد من بينها الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. في عام 1980 قاموا بتأدية مجموعة من العروض في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة وفي المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس فرنسا. إن السيد فؤاد دنون هو رئيس ومدير الرقصات في هذه الفرقة الرائعة، وقد حاز على جائزة الإبداع العراقية 3 مرات كمصمم ومدير الفنون الشعبية، فضلا عن غيرها من الامتيازات العالمية والعراقية. في 1971 وكان هدفه هو نشر وتعميق الفنون الفلكلورية داخل العراق وخارج العراق. شاركت الفرقة في مهرجانات عربية وعالمية كثيرة وزارت بحدود 70 بلد عربي وأوروبي، حققت نجاحات كثيرة على مستوى العربي والعالمي وحصلت جوائز كثيرة أيضا، وحصلت أيضا جائزة معبد غريجنتو في إيطاليا سنة 1981. الفرقة تعتمد على التراث وعلى الفلكلور العراقي الأصيل وتمتد لوحاتها من كل مناطق العراق. وإني واثق بما تقدمه الفرقة الفنية الفرقة القومية للفنون الشعبية التي هي رمز للثقافة وهي المؤهلة تماما لأن تكون سفيرا للعراق في هذا المجال، وأنا واثق سوف تتمتعون وتعرفون ماذا يمتلك العراق من خبرات وماذا يمتلك من أعماق وخفايا في الوجدان العربي والفن العربي الأصيل. ندعوكم الآن للاستمتاع بأحد عروض الفرقة القومية للفنون الشعبية، ويسمى العرض الأول الدبكة العربية، إذ يمثل هذا النوع من الرقص والموسيقى التقليدية الخصال الذكورية، وقد نشأ في المناطق الجنوبية والشمالية والغربية من العراق. الرقصتان التاليتان تسميان المهافيف والحجل،
حيث تصف رقصة المهافيف عملية إعداد الشاي، في حين تصف رقصة الحجل عملية ارتداء الخلخال، وهو أحد الأزياء التقليدية في العراق. لذا هاي الفرقة العراقية القومية اللي تمثل العراق من جنوبه إلى شماله، لأن العراق بلد متعدد الأعراق، بحيث به أكراد، به عرب، به تركمان. فهذه الرقصات اللي شفتوها تمثل صورة كاملة
عن العراق من شماله إلى جنوبه. I do really like it because I'm Egyptian, so the Iraqi culture is not that different from mine. We do share a lot of cultural traditions and we do share the language and everything, so I do like the Iraqi culture. Actually, we feel very strong feeling for our country. Yeah, my name is Ali and I'm from Iraq. Yeah, I'm the capital of Iraq, Baghdad. Yeah, and today was excellent about the Iraqi show. All kinds, I love it. Yeah, and I'm really enjoyed tonight this excellent show. This, of course, to transfer the sympathy and transfer the beautiful feelings and also the love to Iraq and to the people of Iraq. المشاهدين الكرام، سررنا بصحبتكم وإيانا في حلقة اليوم. أرجو أن تبقوا معنا مع برنامج الفنون التنويرية يوم الغد الأربعاء 26 يناير لمتابعة الجزء الثاني من السلسلة المكونة من جزئين والتي تقدم فيها نبذة من الفرقة القومية للفنون الشعبية في العراق. البرنامج التالي كلمة من الحكمة بعد نشرة الأخبار الجديرة بالذكر هنا على شاشة قناة كبيرة المعلمين. عسى أن تنعم حياتكم بالسعادة والبركة. Warm-hearted viewers, it was a pleasure having you with us for today's program. Please tune in to Enlightening Entertainment tomorrow, Wednesday, January 26th, for part two of our two-part series featuring the Iraq National Troupe for Folkloric Art. Words of Wisdom is up next after Note Within You here on Supreme Master Television. May your life be filled with joy and grace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.